قول السلام عليكم، سلاما كثيرا وحبا عميقا ويا مرحبا ومسهلا احلى متابعين. انا شو قلت لكم بسوي؟ بنطلع الصناعيه برا، وسويت. تذكرون هاي منطقتنا القديمه؟ بديت امسح الصناعيه شوي شوي، اطلعها وين؟ اطلعها برا عن نطاق المدينه، وسويت جسور صراحه مؤقته. بس التولز اللي داد وايد وايد حلوات، وحتى الحصه راح ننقلها خارج المدينه، ولغيتها من هذا المكان، ولغيت الجاربج ولا النفايات من نص المدينة، ولسبب من الأسباب كان اللاندفيل معباي بس قدرت أمسحها. هل هذا جلتش أو شيء ثاني؟ ما أعرف، في العادة ما يستفيد. فتحت قبل الريسايكلينج سنتر، بكون سريع في خصوص الريسايكلينج. الحين نحن عندنا فوق، شوفوا كل الإحصاءات الجديدة، جميل. مثلا نحن الحين 44 طن فاصلة ثلاثة طبعا في الشهر الناس يستهلكون. الحين عندي لاندفل، وعندي اللاندفل ياخذ 0.5 طن، والستورج كاباسيتي الاخر على حسب كيف انت تعبيه. وعندنا استورج كاباسيتي هنا 50 طن، ويسوي بروسس حق 10 طن في الشهر. طبعا في شيء في الابجريد كنت فاهمها غلط، الحين بدينا نفهمها. زين، هذا حق اللاندفل، خلو. الحين الريسايكلينج بلان، شوفوا يا اخي يا اخي الديزاين يا اخي الديزاين يا اخي، انا ما قاعد اعدل الاراضي للحين، وقاعد يتعامل مع الموضوع بشكل جميل. بس شوفوا شكل المكان جميل جدا. في مجموعه ابجريد، اول شيء تراك ديبوت يزيد الجاربج تراك 10، يزيدني 30,000 على الاستهلاك الحالي. جميل، شوفوا اضاف لي اكستنشن الى اول مكان عندي، استوى 190,000. وعندي الويست كولكشن بوينت، اقدر احط طن زياده في الشهر. انزين، واقدر احط بعد ستورج اكستنشن عود اللي هو هذا صغير، واقدر احط اكستورشن 50 طن الكاباسيتي ماله، نقدر نحطيه مثلا على الجنب، ونقدر نتم نزيده بس في حوالين المنطقه، ما نقدر نزيده يعني غير لا بحول الريسايكلينج الاصلي. يعني مثلا اقدر احط بها طن طنين بس يستهلك مساحه عاليه مقارنه في هذا 50 طن شو اسمه يعني، عرفتوا؟ هذا الهازاردس ويست. لكن ياس يقول، فبما ان اعتقد ان على اساس مسوي له تفصيل مختلف، بنحطي لنا طن او طنين او ثلاثه، واذا شليتوهم اتصور ما نقدر نحركهم. للحين ما حصلت طريقه فعليه. ف الحين الجاربج بروسيسنج عندي، اظن انا بدخل في مشكله شوي في الجاربج بروسيسنج، بندخل في وايد مشاكل. بس بما ان هذا حاليا يشتغل، خلوه يشتغل، بعدين بندق على الريسايكلينج. الافاليبيليتي ماله ما اعرف مدى قوته صراحه، لكن بنشوف كيف بيبدا يشتغل. سلام جيتنج اني ووتر هير سوير. انزل، لازم نعدل على امدادات الماء بعد في نفس الوقت. هني الامبلويز قاعد يتوظفون، ياخذ شوي وقت. فيهيكلز اللي تطلع لنا 20 فيهيكل، فيهيكل مينتيننس الى اخره الى اخره الى اخره. استوى عندنا الافاليبيليتي، هني المفروض يبدا يزيد شوي شوي شوي. بروسيسنج الحين 1.9 طن، اتمنى هالشارع ما يسوي لهم مشاكل. طبعا الشكل الجديد ولا التول الجديد حلو، لكن مرات يسوي لنا مشاكل من حيث كيف نحطي. انزين، الطاقه وغيره بيطلعون هني. طبعا هني بيكون الويست بروسيسنج، هني صناعيه جديده عندهم مشكله ماي. طبعا مشكله الماي انا ليش؟ لان كله هاي واي، ونسيت اشبك ماي فعليا. وي ذكرت الموضوع، وممكن نشبكه من تحت الشارع وبكل اريحيه. ترى على فكره تول ليداد يعطينا اريحيه عاليه في التعامل. انزين، الكتريسيتي بعد ما عندهم، ممكن نحط لنا سب ستيشن، او ممكن لان انا لفلت الحين اسوي ليفل اعلى، نفتح الغاز توربين. انزين، ولازم نشوف حجمه. وعندنا كول وعندنا نيوكلير اخر شيء، بس هذا كوست بما فيه الكفايه، وعندنا ماي فاتحينه. فخلينا نبدا نهتم في الخدمات. طبعا الشيء الجديد اللي بعده راح اضيفه هني، خلينا نكون واضحين ليش انا بسوي الخطه في الاساس. يعني زين، بعطيكم الخطه وبنبدا نطبق واحد واحد. انا بحط هني فورستري كامل، فبالتالي واحده من الاشياء اللي بسويها قلت لكم اياها في الفيديو السابق. هنروح على تول الارض كان، بعدين نروح شير، نختار لنا نوع شير، ناخذ لنا هذا، ناخذ البرش سايز، ونعبي المكان هذا شير. طبعا سترنج ابى اقوى شيء، لان ابى اعبي المكان شير قدر الامكان، على اساس نبدا نحدد. على اغلب الهاي واي ما بقدر اوصل له، بس عادي، اظني بيكون منطقه كبيره بما فيها الكفايه على اساس استوعب وايد اشياء. انزل،
الحين الكهرباء بما أننا مسوين نحن بوز، نحن الحين في ديفيسيت ولا في نقص ميزانية بس ما عليه. الحين إنتاج الكهرباء مالي يالس يتم وين؟ يالس يتم في نص المدينة فعليا، وهذا كله لازم ينتقل إلى خارج المدينة خلاص، لأن هاي راح تسوي مناطق سكانية وراح نضيف جامعة هني في الزاوية أو كلية على أساس الناس تستوي. بس يا الله شوفوا الأحجام، بس الأحجام ترى منطقية، يعني إذا أقدر أحطي منطقة بس حق الباور جنريشن بتكون هني صراحة. فمن مزايا جديدة أقدر أشتري اللي أحتاجه 57,000، وبنبدأ نحطي هني شو 4 شوارع، نحطينا إنتاج طاقة جديد، بس يبالنا خط الكهرباء شوي نسحبه بطريقة مختلفة من نص الصناعية يمكن النيبة هني لين وين؟ لين منطقة ثانية. صبر بخبركم، خلنا نسوي مع بعض. إنزين هذا بنسحبه من هني لين هني بالطريقة هاي، على أساس شوفوا المناطق الفاضية اللي هديناها خدمتنا. وبعدنا في فكرة تحت الأماكن في سيتي سكايلاين الجديدة نقدر نبني من هذا المكان، راح أطلع شارعين، الشارع الأولي طريقة هاي، نحن ما فتحنا باركنات، بنحتاج حق كل الوظائف باركنات. وأعرف في ناس تكره هي فكرة خليل بترجع الباركنات، هي بس هالمرة باركنات من سيتي سكايلاين نفسها يا جماعة، ترى مو بنفس الشيء، ترى والله غير. إنزين بنحطي هني، واو أبغى أحطيه في مكان طريقة هاي. كم بينتج هذا؟ 650,000 كارغو ستورج 5 طن، يشل 250 ميجا واط، نقدر نبيع عادي. 625,000 في الشهر وايد غالي، والمكان هذا تركي شوي، أنا يعني جبته من مكان مختلف، ولكن إذا هذا يمر من فوق هذا يسوي له خير. overlapping، overlapping معناه شو راح يستوي؟ راح إني بالطريقة هذه على أساس مد الخط. طبعا حاليا كلهم يتشكون من الكهرباء، ولكن ما عليه، أظني عادي، لأن حاليا هذا كله راح ينلغي، والمحطة هاي بكبرها راح تنلغي خلاص، ما أحتاجها. إذا نقص كهرباء بيبون من الخارج، بنستورد كهرباء مؤقتا. زين نقدر نحطي لنا لاين كبير إلى لاين صغير. أتمنيت لو كان في أندر جراوند الصراحة، لو كان في أندر جراوند كان بيوفر علينا وايد تعب. وهالمنطقة راح تصير منطقة سكنية بكاملة قرد. طبعا بنسوي سهل الممتنع طريقة هذه. والكهرباء الحين كيف تمدونها؟ تمدونها لتحت الشارع بطريقة هاي في نقطة overlapping items. تعالوا صح، ترانسفورمر لازم احطيه، لازم اقدر احط لي ترانسفورمر هنا في زاويه ازينه. سامحونا يا ربع، عندنا اشياء بعدنا مش 100% متعودين عليها، فبالتالي في شوي خربطه تستوي وقت البناء. بس كالعاده نحن شو نسوي؟ نتابع اول باول مع بعض، ونتعلم مع بعض، وكل شيء مع بعض. فبالتالي الحين المفروض من ادق بلاي كل المشاكل تختفي، مشكلها في مشاكل بتتم طبيعيا، لان عندي هنا بعد مناطق. الحين المزرعة هاي ما قاعد تأثر على الناس حاليا، لان ابني مزرعة ثانية بخليها، فما بسوي يعني مثل ما تقول عليها القضية الكبيرة. وبنسوي شارع من هني بالطريقة هاي، فبالطريقة هاي صار عندنا منطقة سكنية جديدة. وهذا انت ليش زعلان مني؟ انت ليش زعلان مني؟ انت اصلا منو قال لك تطلع اصلا؟ اهدمه. وبنحط هنا منطقة اسمها الحين اللي فهمته، اذا ارتفع التعليم نظريا مفروض يرتفع عندي
المستوى ولا الأشياء اللي يطلبها الناس. حلو، خلنا نسوي هاي على الهاي واي، هاي اللي يعيشون في إزعاج، في ناس عايشة عن ترانسفورمر، بس حتى شكل الترانسفورمر حلو لكنه مش وايد مثل ما تقولون فريندلي نفس عندنا نحن الحين، يحطون أكثر في الأشكال يرتبونها شوي أكثر. فالحين صار عندي منطقة صناعية مضمنها شوي خطوط تجارية، أنا على أساس بخف سرعة اللعبة. أيوة، والحين الشيء الأخير، أنا الحين عندي هاي سكول، عندي إلمنتري سكول، واكتشفت شيء ثاني. الهاي سكول اليوم أنا عندي يوم حطيناه في نص المدينة لو تذكرون كان ماي، عندنا أزمة ماي. ماي نقدر نستورد من برا، بس لازم نفتح خط لآخر الخريطة، واللي هو بالنسبة لي أنا يا جزيرة يا جزيرة، فما في خط خارجي يعني. حتى هذا من وين جاي؟ هذا في خط خارجي، أوكي أنا غلط. ولكن نحن ما استعملنا أصلا الريسايكلينج وما لغينا الأولي. ليش؟ لأنه الفكرة العامة شو؟ لازم نحطي الحينة ويست تريتمنت بلانت، زين؟ وهذا مش بس يعني هذا يسوي بيروفاي حق الماي وبعدين يرده مرة ثانية في المخزون. هذا ما يحتاج يكون حتى في ضمن المخزون ترى. وعندي الشيء الثاني، شوف في الادفانس ووتر تريتمنت، خلنا اراويكم اللي هو ادفانس ووتر تريتمنت، يبغى له 8 نقاط طبعا. هاي الافيشنت، هذا بعد سيستم مختلف. الحين عندي ووتر تريتمنت بلانت، هذا يعيد تدوير اللي نحن قاعدين نسحبه ويرده مرة ثانية لمنو؟ البنية التحتية. فاستوى عنا فعليا كبنية تحتية للأماكن. هذا مكانه شكله بيكون somewhere around here. هذا زين أساس ما أغطي على مخزون الماي، زين. والشيء الثاني اللي نحن ما قاعدين نستعمله، أنا ما حطيته إلا عند الهاي سكول، صح؟ عفي عليك خير، صبر، كان عندي منطقة ماي هني، فليش أسير هناك؟ ليش ما نحطي الماي مالنا في منطقة هاي؟ فخلونا نغير اصلا منطقة الماي كاملة انا وياكم. طريقة هاي، زين، نشوف الماي عندنا الحين وين؟ هني، ايوه بالضبط، وبمرر شارع في الوسط. عفوا، خلنا نسوي سيدة هني، ما نبغى ميران. تكون هاي منطقة خدمات الماء، بنحطي التريتمنت مالنا، اعادة التدوير هني. نحطي water pumping station ground pumping station واحدة، وبني بالثانية اللي هناك، ما بخسر فلوس نهدم ورل صراحة. وين صارت هذه؟ نسوي لها move برا على المدينة، وهي تقدر تسوي لها، تسوي لها تاون هاوس صغير هالسوالف. بالطريقة هاي مفروض ان الماء يتوفر عندنا. كم الاستهلاك؟ الرقم يبالي شوي لين يتعدل. خلنا نسرع اللعبة. مفروض تشوفوا الانتاج استوى عندي عالي، والسيوج تريتمنت عندي عالي، فالوضع طيب الحين. صار عندهم كهرباء، انتاج الكهرباء عندي وايد عالي، وقاعدين مفروض ان نصدر. هل يبين عندي في الصادرات الحين؟ الحين انا استهلك مليون وشي، قاعد اسوي مليون وشي، فبالتالي اذا ما لفلت قريبا راح اوصل ل The ground is getting polluted. وين pollution هني عندي أنا؟ صبر. وين ال ground pollution؟ هذا ground pollution. ما أشوف ground. هذا المكان فيه ground pollution. أنا حطيت فيه بيوت. حاليا ما اعرف، مفروض انه يروح بروحه اذا كان قبر، بس بنشوف الحين شو يستوي. الكوت عندي عالي وكل شيء عندي عالي، ف خلونا على طول شو نسوي؟ نحط المنطقه هذه اللي هي مال التشجير، ونحاول ندخل منها شوي فلوس. الحين انا لاحظت في هذا ال نقول صبر بخبركم، في الجزء هذا من سيتي سكاي لاين الطريقة هاي،
نسويها بالطريقة هذه وانت تعال. وبنسحب لنا منطقة قد ما نقدر هم تشجير. ليش؟ لان هذه اول شيء بتعطينا اكس بي. خلينا نلزقه في الشارع الطريقة هاي. قد ما اقدر باخذ المساحة الحين حاليا. طبعا الطريقة لانها دائرية وما يخليني ابني برا حتى لو مساحة فاضية شكلية مزعجة اكثر مما تخيلون وضيع وقت زين وغير عملية ابدا. بس كتشجير بحاول اخذ منطقة دائرية ضخمة الطريقة هاي. والله السنابنج مالها حلو. شوفوا يعني مثلا اذا في شوارع تلزق بشكل جميل يعني تقدر تخليك شوف الطريقة هاي. ممكن مش ممكن نعبرها من فوق النهر للأسف، بس ممكن نخليها خلاص على مستوى النهر عنا ماشي عسل. وأظني أكثر من كفاية حاليا. المنطقة هنا شوي فيها فضاوة ونسحب أنجل من هنا. على فكرة يبالة وقت تتعودون على التولز الجداد، يعني راح يلعب أعصابكم شوي أول فترة. بعد كم من مبنى تحطونه راح يكون منطقي أكثر وراح تستعملونه بشكل شبه طبيعي. بس الحين كبداية بالطريقة هاي صراحة سيء، صراحة تول سيء. لو يعطونا براش يعطونا شيء الله يستوي. هني يستوي اوكي. عند السبب من الاسباب ما كان راضي، يمكن لانه ما كان في دائرة سفلية فكان ملعوزني. فبالتالي الحين شو بنسوي؟ حط المنطقة كاملة خلاص. شوفوا استوى عنا المنطقة كامل. طبعا لونها بس تغير بني لانهم مفروض يزرعون ويسوون اشياء. انزين انت شو ناقص منك صديقي؟ نو كار اكسس رود دز نوت ريتش ذا فيهيكل انتري اكزيت بوينت. اوكي انزين هذا معناه لازم عدل الشارع. الطريقة هاي بس اني ما اثر عليه. يا صديقي المفروض عندك كل شيء. اوكي خلاص بدينا. هاي نو كار اكسس مفروض انها تختفي لانها اختفت من المبنى الرئيسي، لكن هل هذا راح يسوي لي مشاكل ثانية؟ هذا موضوع مختلف. ليش؟ هل من المنطقة انه يكون بطريقة هاي؟ ما فيه منطقة. خله شوي رنين، خله شوي شغال وبنشوف. في الوقت هذا نبي نسير التعليم، واذا فشلت المدينة طبعا بنبدا مدينة باستراتيجية جديدة وبنفتح الكولج، بنسير للتعليم وبنحط جامعة. طبعا اكيد ما عندي فلوس، هذا شيء اكيد. شيء 100%. بس هي كمية البيوت اللي نحتاجها ضخمة جدا. في عندي شيء جديد بعد حلو بنبدأ هذه الحلقة إن شاء الله يبدأ بالنجاح. هذا إذا ما بيضبط معي اللي بسويه كالتالي. أوكي. هذه كمنطقة
مرات الدزورك ما في اكسس شارع. اظني سبت هذا على فكرة، بس هذا هني او نشل هذا من هني تماما، لان اذا هذا بيسوي لي مشاكل هاي موضوع مختلف. شوفوا الحين هاي من الاشياء اللي نحن نقعد نستكشفها انذقوا على قولتهم، وانت قاعد تسوي المدينة، فهل الليميتيشن مالنا ولا هل الاشياء مالنا الامور هذه شو وضعها، شو قاعد يستوي فيها، هذه نحن ما نعرف. اشياء تختلف يعني من منطقة اللعبة ولا من ديزاين اللعبة شوي الاشياء راح يمكن تتغير ولا يستوي شيء. هذا شو دكان نشوف شو يستوي. انزين، من منطلق اخر يبدأ يطلب منا كمية ضخمة من البيوت، وبخ البيوت في اللعبة مستمر بشكل مرعب. الحين دام اني قاعد ألفل واحط شوارع، لان التلفيل وايد فيه، حط شوارع وايد يلعب دور في انك تزيد الاكسبيرينس اللي تحصلها، لان قبل كان بالبوبوليشن، الحين موضوع البوبوليشن من سيتي سكاي لاين اختفى، وصار عندنا شو، بدل ما يحسبونه بالبوبوليشن قاموا يحسبونه بالنقاط الخبره. نقاط الخبره الحين يعني مثل تبني شارع، الناس اللي موجوده اللي عايشه في المدينه تبدا تعطيك على حسب السعاده مالها نقاط خبره وهلم جرى. لكن شو أكثر طريقة فعالة أنا للحين صراحة ما مريت عليها، لكن يبالي أشوف الطرق الفعالة وشو أفضل شيء ممكن يأثر إيجابيا في أن نلفل بسرعة. هذا موضوع بحد ذاته صراحة، لكن it's fine. لكن شوف البيوت ترى تطلع مرتبة، وفي تركات أن نطلع البيوت كلها في نفس الاتجاهات، لكن أنا ما مشيت عليها صراحة، لكن جيدة. المنطقة هاي بنمسحها برد نحطيها، خلي الناس هني تبني شوي، عندي الطلب والبيوت تزيد. زين، وعندي هذا انا قاهرني فخلوني اسوي بالطريقة هاي واحطيه من البداية رفلي، بعدين اقدر اعدله. ما بقعدكم هني لين باكر صراحة، مش سيء هو التول ترى، مش سيء ابدا على فكره، يعني ما اقدر اقول لكم سيء، بس ان الاشياء كلها دائريه هاي انا اشوفها لا منطقي ولازم يتغير، مش اوبشنال، لا لازم يتغير. وبعدين السكره من الجهه الثانيه المفروض شغال عادي. الحين اشتغل اوكي، سوينا له ريستراكشر. هالشارع ممكن نشله ما له داعي صراحه، وبيشتغل هذا الحين، بيبدا يشتغل ويبدا ينتج اخشاب حقنا، وهذا المفروض يزيد في البادجت مالنا. الحين اشوف اللي يدخل علينا فلوس صراحه البرودكشن هذا اكثر من اي شيء ثاني. هذا اللي عدل الاقتصاد مالي في البدايه، وهذا اللي قاعد يدمر الاقتصاد مالي، الدفست العالي حق الاشياء. يعني الحين بقى 25 طن ترم داينكلاس كم داينر. اوكي، في عندنا سيجنتشر بلدنج كنا فتح معاد، بس عنده ازمات ميزانيه حاليا. الفكرة هذه ان هذا الحين ينتج، خلنا نسير مرة ثانية الى اخره، بلدنج فاير ما عليه مشكلة، كيميكال بلانت ميدبريدي اوكي شكرا. زين الحين هذا كم بينتج؟ هذا فيه لنا موظف واحد فقط، بس 97% 90% افشنسي حلو صراحة، بس اذا بيوصلني انتاج ينزل الكوست مال المدينه، لان الكوست عالي بالنسبه للخشب. شوفوا واو 366 طن وعندي سيربلس عالي، وهني بنبدا لازم يصدرون صراحه، لازم يبدا التصدير. شوفوا نفس الحصه عندي سيربلس مش دائما بس بشكل كبير، وعندي نقص في الغذاء صراحه. الحين اذا ابدا احط اغذيه، شارع اغذيه هني، لازم اغير طبعا الكهرباء من وراء ولا من مكان ثاني. الكهرباء لا تفهمون انها مش معانا،
هي معاناة لكن مش المعاناة القديمة. إنزين الحين الشيء الثاني اللي أبغى أزيده وراء هذه أبغى أسأل، أنا عندي منطقة مزارع بس نبغى نطلع في البجت للأعلى، وهذا طلعنا 200,000، فبالتالي ما يضر أني شو أسوي، أشل هذه من هني تماما. حلو مو مشكلة عادي. زين ونشل الكيبل هذا بالطريقة هذه مرة بالطريقة هاي عساس أقدر أمد الشارع بالطريقة هاي وأقدر أحطي. شوفوا الحين أنا شو عندي دفست ولا شو عندي نقص حاد منه، الدواجن صراحة عندي والخضر، فبحطي اللي بحصله بحطي سامبل واحد 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 الأغلب. بنحطي فارمنج ما نقدر نحطي هني، خضرة ما نقدر نحطي هني، بس دواجن نقدر نحطيها هني وما عندي مشاكل فيها. هذه المنطقة تستوي مزرعة دواجن واحدة بس. شوفون يعني ترى الأشياء فيها حجم طيب، بس حتى ما بسوي الشارع ما أعرف، أحس أني أبغى أحط خدمات شيء من هذا القبيل، وما أحس أني أبغى أحطي كله هذا الاتجاه، ما بحط شيء بالطريقة هاي. بس أهم شيء الافشنسي هل هو جيد ولا سيء، هو تقريبا من نفس حجم هذا بس مستطيل، فمفروض يعطيني افشنسي مقارب لهذا 80، مش مفروض انه يكون وايد سيء. ممكن هاي الدواجن هني ما نشلها بعد، نخليها، بس هذه الحين لازم تبدأ بالانت افشنسي 100 بدأ، بس بينزل الحين بيعتدل اظن اللي هو يشوفه صح كحسبة ولا كالكوليشن ماله. الحين هالاشياء شوفوا زادت ديماند على انواع ثانيه من السكن ومن اشياء ثانيه. فلو ندخل على البرودكشن، انا هذا ابا اسوي سيربلس، ابا يزيد فوق. بس سالفه الدواجن تستهلك مساحه اراضي ضخمه بزي تاون. نايس صبر، ليش ما دشيت المايلستون؟ انا هذا هو بزي تاون مايلستونز، بيفتح لنا اللون ليمت زياده 600,000، نقدر نسوي اور مايننج ونقدر نسوي جاردز كم بيبل ليفينج وركينج وذن ديستريكتس ار الاود بينك. اوكي نقدر نحط ديستريكتس ومناطق واشياء معينه، وعندي فتح بوينتس زياده حق الديفلوبمنت، وعطاني فلوس حق الكوليدج. احنا الحين نبى كوليدج، بس اذا الحين اتوقع اني حطيت كوليدج على البرودكشن اللي عندي راح يسوي لي شوي اشكالات. انا عندي على طول خط مباشر من هذا الشارع، سويت عام طبعا الترسكشنات هاي كلها مؤقتة ببدلها. زين وبيروح سيدة يقدر ولا يقدر يوصل على طول لمنو، لمحطة القطارات ممكن. فالحين الشاحنات مفروض خروجها ودخولها السهل من المنطقة عن طريق منطقتين بصراحة. هذا شو أخباره؟ garbage processing 11 ton، بس ما يسوي processing أكثر، فبالتالي بنحتاج incineration plan. ستورج كاباسيتي 40 طن، بنحتاج نسوي شوية تلوث إجباري. نزيل الحين عندنا المكس تيوز، يعني بنسوي منطقة صغيرة هني عند الجماعة اللي هني، عبارة عن هذا شيء جديد وايد حلو، مكست هاوسينج. المكست هاوسينج عبارة عن عمارات فيها سكن وفيها دكاكين، نفس الواقع، نفس يوم نحن نتمشى في الواقع كيف، نفس الطريقة، شيء واقعي قدر الإمكان وجميل. طبعا هني في هالجزء اللي لاحظ لازم صناعة، لازم تسوي مكس بين كل شيء على أساس أنك تكون متوازن قدر الإمكان. بس البناء يطول، بنرجع له بعد شوي. أوكي خلنا نشوف هذا شو أخبار. شوفوا محلا، بس في لو يقدرون يسوون شوارع في الوسط وأشياء، بس الإفشنسي تعبان صراحة، مش سيء بس مش جيد في نفس الوقت. البرودكشن عندي تعدل بس مش وايد، وعندي بعدني أحتاج أطنان وايد أكثر،
فممكن تفهمون معاناة حاليا في موضوع الأحجام، ولكنه منطقي. أنا مش ممكن أسوي مزرعة صغيرونة، ترى المزارع في العادة تكون ضخمة، فهذا شيء بحد ذاته. طبعا المطافة تشوف عندي الحرائق زادت، فشو بنسوي الحين؟ أنا عندي المحطة اللي هني بيلها بسوي لها أبغريد، حطي لها سيارات زيادة أساس تقدر تغطي المنطقة بشكل أفضل. انزل يا كريم. الحين الاكسبنس عندي السيرفيسز، انا قاعد الشيء الوحيد اللي اصدره حاليا كهرباء. شوفونه الكهرباء قاعد يدخل علي فلوس، الماي قاعد يستهلك، الهيلث كير يستهلك، كل شيء ثاني قاعد يستنزفني، لكن الكهرباء تدخل علي فلوس وشوي هاي اللي قاعد يدخلون علي فلوس. فميل البادجت هني بتشوفون السيرفيس تريد، التريد مالي قبل من سبسيدريز ياس يدخل لي فلوس، اللي هو اظني التاكسس هاي المغى منهم. لا التاكسس اول شيء، هل نزيد التاكسس؟ احس اوريدي 14% اكثر من كفايه. بس الشيء الاكيد ان في تغييرات جوهريه. انزين الحين خلنا نحط على خطتنا سؤال، هل البولوشن قاعد ينقص ولا ما قاعد ينقص؟ ما قاعد يتراجع، هاي مصيبه. انزين هذا معناه لازم نكون حريصين من البداية يوم بنبدا مدينة جديدة، وعلى الأغلب راح نبدا مدينة جديدة. كيف نحطي خلنا نحطي لنا كولج، كيف نحطي صناعية، وين نحطيها، وهل راح نغيرها ولا لا؟ طبعا أبغريدات دائما موجودة بس للأسف ما تنحط أي مكان لازم عليهم. اكستنشن وينج يكون داخلي، هاك العادة ما ياخذ مساحة، فأموره طيبة. فهاي الجامعة وهاي الابجريد، كلج كلية هاي مش جامعة، اليونيفرستي بعدها بتي في وقت مختلف، عرفتوا علي؟ فصار عندي كلية، كلية بيونها طلاب eventually يعني، اوريدي فيها 20 طالب قاعد يدرسون، يرفع عندي الديماند على اشياء ثانية، يمكن ينزل لي شوي الديماند مال اللو هاوسنج اللي هو صراحة مدعوزين يتبون الصدق. بس في الوضع الاقتصادي الراهن انا قاعد اسوي كوست اكثر ما قاعد اسوي بروفيت، فلازم نبدا نسوي مزارع، زارع ضخمه. هني عندي منطقه ضخمه، الود عندي وايد ما عندي مشكله، بس ممكن ابدا مزارع هني لانها بعيده، هني في كهرباء، ممكن مزارع هني او أكمل هاي المنطقة كاملة كمزارع وأرد أشبكها من تحت هني الطريقة هاي. مع الوقت عندي 16 قطعة بحاول أختصد فيهم، هاي راح تكون منطقة مزارع. كل شيء أنا عن الاقتصاد تكلمته تو راح صح، فبالتالي لازم أحط منطقة مزارع صراحة شوي ضخمة، بس طريقة الشوارع شوي لكم عليها بعض الأوقات. ننزل الشارع من الطرف الثاني، ونزلنا شارع هني، بشوف بعدين هالمنطقة شو حلها، لأن هني أوردي أنا عندي نفق حلو، هذا النفق راح يمر منه مزرعة بالطريقة هاي، وخط سيد مزارع عامة. انزين الدواجن طبعا الحين اتكلم لان المزارع راح تكون هني، وما عندي بينت برش وهالسوالف اللي تخليني شوي اتحكم في الموضوع اكثر، فبالتالي بحطي مزرعة قطن. هاي يحتاج فرتايل لاند؟ نعم نعم نعم. لا هذا ما يحتاج، هذا يحتاج غابة. هل عندنا معادن احنا هني؟ عندنا معادن يا جماعة، بس resources بعدني لين أحفظ المال resources. بس الفكرة resource available cool حلو، عندي 2 طن رود ريكوير، ما في ريسورس افاليبل از ديفرنت از كول. شوفوا بس هل كلهم نفس اللون بس يغير لي ريسورس؟ انترستينج. خل نبدا ننتج
فحم معناه أنا بقطعت أرض زيادة، أنا بستعمل الفحم كامل. للأسف استوت قطعتين وخسرت القطعة اللي أنا وني ياس أوفر فيها. زين، أول شيء بحط الشارع ترى، بس بشوف القياس. زين، حط الشارع الطريقة هاي. ما عندكم مشكلة، ونحط لنا إزالة فحم. الطريقة هاي. ما عندي فحم، ما بستعمله. أظن الفكرة أصلا أنك تمشي مع الريسورس اللي موجود عندك، لأن الريسورس الموجود عندك هو اللي يسوي الفرق الفعلي في طريقة تكونه حول المكان. هذا الشيء قد يكون واقعي، لكن ممكن يكون مرتب أكثر. فحاليا اللي بنسويه نحن كهني، فهل في أبجريدات حق هالمباني؟ لا ما أشوف أبجريدات يا أخي. الجرافكس جميل بس، ونفس الحصان ما فرق. جرايندنج ستون، انا شو حطيت؟ كول. ايوه كول ينتج. كول ايوه، بس ليش يعطيني 49% افشنسي بس؟ هذا انتاج زياده، لان هل نحن نستعمل فحم اصلا في المدينه كبرودكشن؟ لا، فهذا بيروح للتصدير كامل. شوفوا الميزه، لو حطيت اسمه كان مختلف. في اشياء ثانية ترى ينتجونها هم المصانع، نقدر نشوفها ترى. ففي وايد تفصيل في نوع المنتجات بشكل مرعب، واللي هو يلعب في حسبتك. بس هذا الحين صار عندي سير بلس عالي، على امل يسوي لي مدخول عالي واقدر احط لي مزارع دواجن. الحين في الطريق مزارع الدواجن محتاج منها كمية. مثلا بحط مزرعة بالطريقة هذه، هاي مزرعة هنا، وما بتعب عمري وايد فيها. خلي شوي قدر الامكان تكون جيده تناسب المساحه الارضيه. يعني بخصوص هذا الشيء اللي يطلع لي انا هذا، شو ليش انا شو حطيتكم اكسس، شو حطيتكم يا جماعه؟ At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. اوكي. واقدر احط على طول جنبه بعد مزرعة دواجة ثانية. شوي بنبدأ نيو سيجنتشر بيلدينج مانشن، قصر. طلعنا ما عاد مو مشكلة. الحين نحن عندنا أزمات اقتصادية أكبر من موضوعكم. والقصور اقدر الزقه، ايوه اقدر الزق مزرعه في مزرعه. نايس، هذا المجرى نمشي معاه الى اخر مدى، ونحط لنا مزرعه دواجن ثانيه. والله مش سيء، بس خلنا نشوف شو يستوي. هاي مزرعه صغيره اللي حطيتها توه، مش ضخمه. هاي افشنسي 116%، هاي 96%. خلنا نشوف شو وضعهم وشو التصدير مالهم. في لهم شارع، بس الشارع هذا حسب يستوي فيه حوادث. خلنا نشوف. وهل مجرى صار يعني منطقة مزارع، ويروحون سيدة من منطقة القطار ويرجعون منها. في هنا صناعية صغيرة سويناها قبل نحن كزون، لو تشوفونها. بس هاي كان يبالها شل وتنحط هنا صراحة. انتوا هنا شو مشكلتكم في الحياة؟ لاك اوف هاي سكيل ليبر. هذا يبالهم جامعة وأشياء ثانية أتصور، بس نحن عندنا الحين كلية وتو الناس اللي فيها. الله الله. زين الحين هذا معناه، خلنا نشوف التعليم. الحين التعليم شو عندي؟ capacity elementary school
عندي 700 والكباسيتي 1000، هاي سكول عندي 200 والكباسيتي كذا، بس الكوليج باقي يونيفرستي ما عندي حد، بس هذا في 111 اللي جبل 2000 وشيء، لأنهم كانوا يدرسون من زمان قاموا يدامون يعملون في وظائف مختلفة. أها هذا بس ممكن نضيف فيها كلاسات، بس راح يضيف لنا 10,000 في الشهر كلينك. لا قلنا الحين دام عندنا الكاباسيتي بس نبغى نزيد الولفير، لأن لاحظت هذا اللي تشوفوه نزيد افكتيفنس يزيد كرييشن ويزيد وناسة الناس بشكل عام، حتى اللي في المنطقة كلها كانهم يستعملونها صراحة، فبنشوف شو يستوي. انزين هذه العماير اللي توه بنيناها امبولانس ويتنج فور امبولانس، بنسوي ابجريد نحن الحين. شوفوا هذه منطقي اكثر من الاشياء اللي نحن وايد نعرفها، هي العماير اللي فيها محلات، بس كيف اورينتيشن وبعض الاشياء لازم نبدا نحطيها صراحة شوي شوي. وين عيادتنا كانت؟ العيادة مالنا ما قاعدة تغطي المناطق كامل، ما تقدر اصلا. زين اذا نسوي لها ابجريد العيادة ونحطي لها سيارات زيادة، كم بتغطي؟ تغطي بس مش الـ 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 المدى الخرافي، فممكن نحتاج نفتح مستشفى قريبا. اذا ما فتحنا مستشفى راح نكون في نوعا ما من مصيبة. هذا ليش ما في شارع؟ فبنشتغل منطقة عيادة مفروض اجباري جديدة بالطريقة هذه، وبنضيف عليها على طول سيارة اسعاف يمكن توصل، يسوي لنا تغطية كاملة شبه كاملة للمدينة، بعدها مش تغطية كاملة. مربعات هني تنفع، هني بنحتاج عيادة at some point، بس حاليا لا ما نحتاج. حاليا اللي نحتاج نشوف الوضع هني تاك ستيشن، اذا رفعته 16% هل راح يزعلون الناس ولا يكونوا راضيين؟ هذا سؤال جميل. الحين في وايد تركات للموضوع يا جماعة، قاعد أصدر هذا قاعد هذا تقريبا ما مغطي معظم الأشياء، الجرين وهاي يبالة تغطية أكثر حق الخضرة، 45 طن كذا طن كذا طن كذا طن. سيربلس عنا سيرفيسز تاك ستيشن لونز بادجت، نبغى نعرف شو اللي تحت السيرفيسز. السيرفيسز نفسه يدخلون فلوس العيادات والاشياء، بس نقدر نشوف كهربا قاعد تاخذ منا بادجت. كهربا ما عليه لانه راح ياخذه راح يرده، ما عندنا مشكلة. بس عندنا هاي ومشبوكين في النتورك الخارجي، مفروض انه تصدر كهرباء عادي. ما عندنا شيء في الاكسبورت قاعد يروح، عندنا نظام بطاريات. في اشياء عجيبة قاعد تستوي. زين الحين اللي نقدر نسوي نزيد عدد الناس في الاماكن هاي. هاي شو الحين عندي medium density، حلو medium density أبا شوي أحط هني عماير بدكاكين، بعد signature building أبا أحط medium density على مش هني، لا بنحطي لورنت، لا بنحطي هذه ميديم دنسيتي لورنت هاوسينج لو دنسيتي هاوسينج. هل لورنت هاوسينج المفروض طبعا بيكون مكانه تعبان طبيعي، لان لورنت عند العماير جنب العماير. هذا جيتو نقدر نسوي جيتو الحين، تعرفون مكانه شوي تعبان ومكان فول، بكل بساطة عادي.
بس هذا مش من ضمن الريكويرمنت. الحين الريكويرمنت الثاني نقدر نسكر عليه عن طريق بيوت. البيوت هذه ممكن استحدث لهم اماكن في زاوية العماير راح يكون سيء. خلنا نحط بيوت هني وخلي الشاطئ فاضي. بيوت هني، بيوت هني، عندنا بيوت هني، عندنا تحت العماير لا، عندنا هني منطقة حلوة حول الـ government building نقدر نحط فيها بيوت وننزل شوية الطلب عليه. بس المشكلة الحين مستوى ولا عدد الزباين على مستوى التعليم، فإذا هذا يبدأ يخرج راح يفكنا من وايد أشياء. أنا هذكر أنت مفروض يوصل لك، محتاجين مستشفى صراحة من الخاطر. انزين الحين خلنا ناخذ لفة على البيزي تاون وشو الميزات اللي نحصلها. نقدر نفتح فاير ستيشن عود، نقدر شرطة، نقدر نحصل باركس، عندنا مواصلات ترام، معنا نقدر نفتح مطار بس اتصور بيكون وايد غالي. ممكن نفتح بارك مينتنس حاليا وسبورت بروح، وهذا بروح. انا عندي شوية بوينتس. انزين ابا ازيد مستوى السعادة شوي عند الناس. اللارج سبورتس ما بفتح الحين، بس نبى هذا نبدأ يعبي الفراغات. ما سامحوني عادة لكن سيتم مسحكم شوية. نحط لهم شوي حدايق في النص، أماكن يقدرون الناس يستانسون فيها، لأن الحين المكان ما فيه ناس صراحة. لو تشوفون وناس قليلة جدا. هني عندنا نقدر نحط في أماكن ملاعب حلوة، ملاعب صغيرة. أنا ممكن أسلم في أماكن نفس هاي، بس مع أن الملاعب أنا في تصوري في العادة تأخذ مساحات ضخمة، يعني أكثر من نظريا معظم الأشياء. حطينا حديقة هني ونقدر نبني حولها عقب كم من عمارة أو مماشي. وعندنا هاي المنطقة ورا اللي اسمه على طول صراحة. هاي نقدر نحط لك كروس ووك بعد. نقدر نحط له ممشى من هني لين هني. بالمجمل المكان جيد، ما يحتاج كمية حدائق ضخمة. هاي البيوت تشوف الطريقة اللي تبني فيها، مش سيء أبدا. والله يا جماعة أنا شوي محتاج أشوف الفورمولا مال الإيكونومي مال اللعبة. يعني حين أقدر أخذ لون كم مليونين ما بقى. زين التاكستيشن 16% بس ما نزل المستوى السعادة عندي. هيلث كير كفرز زعلانين منه، وهاي تاكسز زعلانين منه. ممكن أنزل حبة لأنه ماينس 2 على 15 وأزيده. هاي كرايم، هاي مشكلة في الواقع. هل إذا كبرت مركز الشرطة، الحين هذا سؤال جميل، كم التغطية اللي راح أحصلها من مركز الشرطة الضخم؟ أنا هذا سؤال يراودني. فخلنا ندخل، ما عندنا فلوس أكيد أكيد، ليش يكون عندي فلوس؟ زين هذا بشوفه كله في الحلقة القادمة. إذا ما يازلي أبى أشوف الإيكونومي فورمولا ولا طريقة تركيب الاقتصاد حاليا في وين، في سيتي سكايلاين صراحة، أن الطريقة الحالية مش بالضبط هي اللي خلنا نقول في مزاجي أو بما يكفي على أساس أني أعتمد وايد أشياء الصراحة. يعني بس أنا عندي أشياء تعتبر صناعية، واللي هي هذه مزارع هالأشياء، عرفتوا؟ هذيل موضوعهم مختلف. بجت مالي شو؟ Extension Services Electricity ليش؟ Maintenance and Resources Export 700,000 Fees 63,000 ياسين ناخذ Maintenance and Resources. زين إذا أزيد شوي بقريداتي فلتر كلوشن بحاجة.
هذا كله بنتفاهم فيه في الفيديو القادم إن شاء الله. بس في هذا الحلقة سوينا شوي إنجازات وحطينا شفنا أشياء. الحين نحن قاعدين نمر على أشياء بشكل عام لين نبدأ مدينة نظامية ونتعلم على التورز وهي الأشياء. مشكلة لمتابعة الفيديو. كان معكم خليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.